النهارده بقى هنحل امتحان الاي اس تي اكتوبر 2020، وتعالوا ناخد كده ريفيجن سريعه على كل سؤال قبل ما نحله، وبعدين نحل، وبعدين نعمل تيست براكتس لحد ما ان شاء الله نشوف مستوانا وصل لفين. بصوا يا شباب، في توبيك اسمه vocabulary in a context. يعني ايه vocabulary in a context؟ يعني حضرتك لما يكون عندك vocabulary word في سؤال، او السؤال على vocabulary word، make sure to pick the word that matches the context. يعني ايه pick the word that matches the context؟ يعني حضرتك دلوقتي الاكزامبل ده بيقول لك ايه؟ he went out of the room and space the door. هل هنا هقول raised the door ولا broke the door ولا closed the door ولا opened the door؟ خلي بالك، هو raised the door، broke the door، closed the door، opened the door، كل دي كلمات بتيجي في الحياة عموما، بس أنا هنا سؤالي مش على كلمة door، سؤالي على الكونتكست كله على بعضه. ايه اللي بيحصل في الكونتكست؟ الاكشن شكله ايه؟ وايه الكلمة الانسب هنا؟ طب تفتكروا بقى which word fits best here؟ انهي word يا شباب هنا ممكن تبقى احسن؟ تمام يا باسل، تمام يا معاذ، هي فعلا كلمة close the door لأنه خرج من الأوضة. طب لو كان هنا بيقول لك مثلا the carpenter wanted to fix the door so he raised the door، ممكن حطه على بنش مثلا عشان صلحه. طيب مثلا he was very angry and hit the door with his legs so he broke the door، ماشي. طيب الكونتكست ده بيقول لي إيه؟ the food is not necessarily space in all five star hotels, it's only a matter of taste. طب هنا بقى بيقول ايه على الفود؟ بيقول عليه ان هو expensive ولا delicious ولا filling ولا healthy. ايه رأيكم؟ it's a matter of taste، يعني الموضوع ليه علاقة بالذوق او التذوق. يبقى انا قصدي ايه؟ التكست هنا بيتكلم على الفود على انه ايه؟ فكروا ثاني كده وقولوا لي. بالظبط يا باسل، لا filling دي يا معاذ يعني مشبع. انا ما بقولش عليه ان هو مشبع ولا مش مشبع، بقول ان هو delicious ولا مش delicious، دي بتعتمد على ذوق الانسان نفسه. تمام؟ طيب تعالوا نشوف questions زي ده. بيقول لك يا سيدي given these solutions as well as the many health benefits of the food, the advantages of Greek yogurt, space او outdo the potential drawbacks. ال advantages هتعمل ايه في ال drawbacks؟ قولوا لي كده، هت اوت دو ولا ديفيت ولا اوت بيرفورم ولا اوت واي؟ الفكره ان الادفانتجز بتعلو على او بتزيد في تاثيرها على الدروباكس، بتبقى مور افكتيف ذان ذا دروباكس، يبقى اوت واي. طيب السؤال ده، Greek yogurt contains slightly more protein per serving thereby helping people to stay satiated. satiated يعني شبعان. الفود لما يكون فيه بروتين اكتر يبقى هيخلي الناس to stay satiated ولا fulfilled ولا complacent ولا sufficient؟ ايه رأيكم؟ ايه انسب حاجة هنا؟ برافو عليكم، هي فعلا satiated. نروح بقى للتست اللي عندنا ونشوف question 1 بيقول ايه. يلا تفضلوا كده فكروا في question 1، هتشوف هتبقى improved ولا occurred ولا helped ولا witnessed. اقرا الكونتكست كويس عشان تعرف تحل زي ما اتفقنا. يلا good luck، see you when you're done. لو مسكنا السنتنس من اولها يا شباب كالعاده، بص بيقول لك ايه؟ will COVID-19 change the world? it will do so if it is similar to the pandemics of the past. plagues and viral contagions have regularly improved the course of human civilization. plagues will contagions دي اللي هي الاوبئه عملت ايه في the course of human civilizations؟ improved يعني حسنت civilization بتاعت الهيومنز، ولا occurred ولا helped ولا witnessed؟ طبعا مش helped ولا witnessed، مش حضرت يعني او شهدت، ولا occurred يعني حدث او happened. فطبعا انسب حاجة هي A improved the course of human civilization، يعني حسنتها. لا طبعا يا معاذ، مش witnessed، اللي هي witnessed يعني شهدت على او حضرت يعني. حتى بيقول لك ايه the eye witness اللي هو شاهد عيان، يعني شاهد شاف بعينه. لا هو طبعا plagues مش witnessed the human civilization، لأ هي improved the human civilization.
تعالوا نروح لتوبيك تاني اسمه contractions، عشان ساعات بتلخبطكم كتير الحكايه دي. contractions يا شباب بتيجي ازاي؟ اول حاجه لازم تفكر فيها لما تلاقي contractions، be careful what you choose when you see contractions. اللي هي ايه بقى contractions دي؟ عندك كلمه it is بالابوستروفي كده و it's، دي غير دي، دي it is او it has ودي it's pronoun. طيب بص كده من خلال الاكزامبلز هقدر افهم اكتر. اول حاجه لازم تعرفها check whether you need a subject and verb or a possessive pronoun. يعني ايه يا رؤوف الكلام ده؟ يعني حضرتك محتاج it is as a subject and a verb ولا it's as a possessive pronoun؟ مش فاهم لسه، طب تعالى نفهم اكتر. it is يا شباب اللي هي it is او it has زي ما قلت لك، دي كده subject وverb. بص الاكزامبل ده بيقول لك ايه؟ your request is declined because it is against our rules. it is اللي هو الريكوست بتاعك is against our rules. طب تمام، طب بص كده it's دي كده possessive pronoun، بتيجي ازاي؟ your request is declined because of its violation to our rules. الفيوليشن بتاع الريكوست بتاعك هو سبب في ان هو يبقى declined، يبقى it's هنا بترفير لريكوست as a possessive pronoun. هنا بقولك it is against our rules. نفس الفكرة بتجيلي في whose و whose بالأبوستروفي من غير الأبوستروفي. check whether you need a subject and verb or a possessive pronoun. يعني مثلا whose دي اللي هي بالأبوستروفي كده كأنها who has أو who is، ونشوف الإكزامبل. طبعا ده كده subject and verb، وفي الإكزامبل بيقول لك إيه؟ I met the guy who's got the job. طب أنا عندي سؤال هنا، هنا who's got the job هتبقى who is ولا who has يا شباب؟ برافو يا باسل، برافو يا معاذ، تمام، لان انا دلوقتي بقول got اللي هي الباست بارتيسيبل، يبقى دي اكيد هو هاز. طيب دي كده هو هاز، اتفقنا. طب بص كده I met the guy who's planning to get the job. هنا دي هوز اللي هي هو هاز ولا هو از؟ ايه رايكم؟ طبعا هنا عشان بقول planning يبقى دي اكيد هو از planning، يبقى دي كده هو از. طب بص كده أنا قلت هنا إيه؟ I met the guy who's got the job. I met the guy who's planning to get the job. طب لما أقولها كده I met the guy whose job is to find criminals. خدت بالك هنا إن أنا كأني بقول إيه؟ اللي الوظيفة بتاعته، الولد اللي وظيفته whose job، يبقى دي كده possessive pronoun. يبقى خلي بالك قبل ما تختار whose ولا whose. طيب there they are نفس الفكرة، بس دول ثلاث كلمات شبه بعض، فنركز بقى ونشوف احنا محتاجين ايه اصلا في السنتنس. check whether you need a subject and verb, a possessive pronoun or an adverb to indicate place. يعني ايه؟ there اللي هي عكس here، اللي هي THERE دي عكس here، يعني هناك. يعني مثلا لما اقول لك I heard about Aswan but have never been there. عمري ما رحت هناك. هناك هنا بترفير لمين؟ لأسوان as a place. طب بص دي كده there THEIR اللي هي possessive pronoun برضو، حاجتهم بتاعتهم. يعني مثلا students must show respect to their teachers. اهي their دي اللي هم يعني the students، their teacher الteacher بتاعهم، فدي كده possessive pronoun. طب بص كده they are اللي هي they are، طبعا دي subject to verb، كلمتين مش كلمة واحدة. هنا بقول لك مثلا I have met these people before. They are lovely. اللي هما they are lovely. كأن بقول these people are lovely. يبقى نخلي بالنا من there, they are قبل ما نختار. تعالوا بقى نشوف question 2 في التست اللي هو EST October 2020. هنحتاج who's studied ولا who is studying ولا who's studied ولا who's study. طبعا هنقرا السنتنس كويس ونحدد بقى احنا محتاجين انهي pronoun عشان نعرف نختار صح. يلا جربوا كده وقولوا لي تبقى ايه الانسر. هنا يا شباب لما بقول لك things are never the same after a pandemic as they were before said Dr. Liam Fox who's studied، اللي هي معناها who has studied these outbreaks for a forthcoming book. طبعا هنا مش هينفع اقول who is studying لان هو مش لسه بيذاكر، هو who has studied خلاص. who's studied طبعا who's بيجي بعدها noun مش verb، who's اللي هي كده who's بأبوستروفي هتبقى يا إما who has يبقى who has studied أو who is يبقى who is studying، فالاتنين هنا طبعا دي غلط، يبقى the best answer is A زي ما اتفقنا.
نرجع ناخد توبيك تاني وهو verb tense consistency يا شباب. يعني ايه verb tense consistency؟ make sure to use the correct form of verb in the correct tense that matches the context. خدت بالك من كلمة context بتتكرر كتير معانا ازاي؟ لانك لازم تبقى فاهم الكونتكست عشان تعرف تختار التنس، تعرف تختار الفوكابلري وورد، تعرف تختار كل حاجه. عشان كده دايما بقول لكم تقروا السنتنس من اولها، مش الاندرلاين بورشن بس، مش الجزء اللي تحتيه خط بس. طبعا يا شباب احنا عارفين ان احنا عندنا تنسز زي البريزنت سمبل والبريزنت كونتينوس والبريزنت بيرفكت، وعندنا برضو الباست سمبل، باست كونتينوس، باست بيرفكت، وعندنا برضو الفيوتشر سمبل، فيوتشر كونتينوس، فيوتشر بيرفكت. كلهم تنسز وفي غيرهم طبعا، بس دول اكتر حاجه بتيجي. يعني عايز اقول لك انك ممكن تقول speaks او is speaking او has spoken او spoke او was speaking had spoken will speak will be speaking will have spoken. كل دول صح. طب يا مستر اختار انهي فيهم؟ هرجع تاني واقول لك الكونتكست، الكلام فين. لو الكلام في present simple هختار speaks او speak، لو في present continuous هختار is speaking، وهكذا. طب تعالوا نشوف الاكزامبلز دي عشان نفهم منها اكتر. لما اقول لك مثلا my uncle bought me a nice dress while he was in Spain. ليه هنا bought؟ لان he was يعني الكلام في الباست، يبقى bought. طب بص دي كده we are late so we need to hurry. ليه we need مش needed؟ لان we are the present، يبقى need برضو present. طب تعال نشوف الكويستشنز دي كده وفكروا معايا. many people arrived on time just before the show starts. is this sentence correct يا شباب ولا محتاجين نعدل حاجه فيها؟ طبعا احنا الكلام في الباست، يبقى هنخليها started مش starts. طيب السنتنس دي انا لا هقراها ولا هشرحها، يلا انتوا شاطرين بقى اقروها لوحدكم الاخيره دي وشوفوا لو فيها ميستيك هنصلحه ازاي. يلا اتفضلوا. برافو عليكم كلكم. طبعا السنتنس دي رونج. ليه؟ لان انا بقول I'm expecting وtomorrow يعني حاجه في الفيوتشر، يبقى will have مش had. طبعا كده فهمنا يعني ايه verb tense consistency. تعالوا بقى نروح لquestion 3 في test EST October 2020 اهو. question 3 بيتعامل مع verb tense consistency اللي احنا لسه شرحناها. ايه نقرا السنتنس كويس من هنا ونفهم الكونتكست كويس في انهي tense، ونشوف بقى هنختار has occurred ولا occurred ولا had occurred ولا has been occurring. يلا تفضلوا good luck وان شاء الله تحلوه كويس. طبعا يا شباب the correct answer هنا is B اللي هي occurred. ليه؟ بص كده the earliest pandemic has occurred during the Peloponnesian War in 430 BC. طبعا الكلام هنا في الباست، حصل في الباست، يبقى past simple اللي هي occurred مش has occurred. ليه؟ لان الكونتكست لما قريته فهمت ان الكلام في الباست، يبقى خلاص مش محتاج اكتر من الباست سيمبل. نروح لتوبيك تاني يا شباب وهو عباره عن common punctuation rules. هنعمل ريفيجن كده على اكتر من رول في البنكتويشن عشان نعرف نختار كويس. طبعا احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها appositive، وقلنا الappositive ده اللي هو a non-essential part of the sentence that can be deleted. وقلت لك can be deleted مش must be deleted، يعني ينفع يتشال بس مش شرط اشيله. طب بتعامل معاه ازاي؟ طوكيو the capital city of Japan is crowded. هقول لك بتعامل معاه ازاي. انا شايف ان دي sentence ما فيهاش اي مشكله. طوكيو the capital city of Japan is crowded، ادي subject وادي verb وفي meaning، يعني sentence complete ما فيهاش مشكله. طب لو قلتها كده طوكيو is crowded، هل السنتنس فيها مشكله ولا still a sentence؟ بالظبط كده، هي برضو لسه still sentence. طب ايه اللي حصل يا شباب؟ طوكيو is crowded is a sentence، طوكيو the capital city of Japan is crowded برضو sentence. انت عايز تقولي ان انا لما شلت الجزء ده السنتنس ما تأثرتش بحاجه؟ السنتنس لسه sentence زي ما هي؟ ايوه. طيب طالما الجزء ده ينفع يتشال وما يأثرش على السنتنس، يبقى بحطه between two commas اهو. انا حاطط التو كوماز ليه؟ عشان الجزء ده لو شلته السنتنس مش هتتاثر. طب بص كده mosquitoes in spite of their big bodies can cause horrible problems. وجيت قلتها تاني mosquitoes can cause horrible problems من غير الجزء ده، ولا زالت سنتنس زي ما هي، بس المره دي حطيته between two dashes. انت عايز تقول لي ايه يا رؤوف؟ انا عايز اقول لحضرتك ان احنا surround the appositive with either two commas or two dashes. طالما الappositive ده او non-essential ده موجود وينفع يتشال، يبقى بحطه between two commas او two dashes. طب سؤالي ليكم هنا،
My English teacher, Mrs. Millard, has recently got promoted. فين الـ non-essential part of the sentence دي يا شباب؟ هي فعلا Mrs. Millard، عشان كده أنا حطيتها between two commas. فطبعا ده كده كان الـ positive. الـ apostrophe بقى. دلوقتي الـ apostrophe دي أصلا بستخدمها إمتى؟ لما يكون في حالة امتلاك. يعني إيه حالة امتلاك؟ يعني حد بيملك حاجة أو حاجة بتملك حاجة. يبقى in case of possession use apostrophe s with singular nouns and s apostrophe with plural. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده. A girl's interest is different from a boy's. A girl's interest is different from a boy's. سؤالي ليكم يا شباب، هنا في كم بنت؟ بنت واحدة singular ولا اكتر؟ يعني singular ولا plural؟ صح جدا يا شباب، هي جيرل واحدة بس، عشان كده حطيت بص ازاي apostrophe s، وهنا برضو ولد واحد بس، حتى بقول لك a boy. طبعا a دي معناها ان ده one بس singular، عشان كده قلت boys. يبقى الانترست بتاع البنت different من الانترست بتاع الولد. هنا بقى بقول لك ايه، girls interests are sometimes different from boys. هنا بقى جيرل واحدة بس singular ولا plural؟ فعلا هي plural، يبقى girls interest، عشان كده حطيت الابوستروفي فين؟ بعد الاس. انما لما كانت girl واحدة بس هنا اهي الابوستروفي كانت قبل الاس. نفس الفكرة هنا لما بقول لك many countries in Australia have big deserts، هنا مش هتلاقي ابوستروفي خالص. ليه؟ لان ما فيش position. انا بقول لك deserts، الصحراء عموما، الصحاري يعني جمع كلمة desert، ما فيهاش position هنا، ما فيش noun. انما لما قلتها كده A desert's biggest disadvantage is the lack of drinking water. أكبر disadvantage في desert أو عند desert هي lack of drinking water. يبقى biggest disadvantage of a desert. عشان كده احتجت apostrophe s. هنا ما كنتش محتاج لها لأن ما فيش position. Camels can only adapt to desert's weather. الـ weather بتاع deserts عموما، عشان كده حطيت الapostrophe بعد الـ s. في معلومة تانية عايز اقولها لكم على الرونج كوما. احنا we do not use a comma before a title. يعني ايه before a title؟ يعني ما تقوليش مستر كوما رؤوف، لا مستر رؤوف على طول. بص كده، دكتور كوما انتوني works with my father. طبعا ده غلط، المفروض دكتور انتوني على طول من غير كوما. It was amazing to meet professor Einstein. طبعا ده غلط، لان professor دي التايتل بتاعت Einstein، يبقى المفروض اقول it was amazing to meet professor Einstein. طيب نكمل بقى عشان نفهم اكتر الدرس ده، تعالوا نعمل some exercise كده ونشوف. اول sentence يا شباب، our estimated arrival time to get there is 10 minutes. is this sentence correct ولا فيها مشكلة؟ طبعا sentence دي wrong، المفروض تبقى there اللي هي an adverb to indicate place. طيب بص كده، The plane couldn't take off because its load was too heavy. في أي مشكلة في السنتنس دي؟ طبعاً دي wrong، المفروض تبقى its، لأن أنا هنا محتاج singular possessive pronoun. طب السنتنس دي؟ Courage and bravery are synonyms but they are slightly different in meaning. إيه مشكلتها لو فيها مشكلة أصلاً يعني؟ برافو يا شباب، هي السنتنس ما فيهاش أي مشكلة خالص. They are اللي هم two words دول، They are slightly different in meaning. My regular working hours, as I mentioned before, comma, are from 9 to 5. في مشكلة هنا؟ The problem is I have only one comma. المفروض الجزء ده ينفع يتشال، فمحتاج له comma تانية هنا. فهقول as I mentioned before between two commas، مش comma واحدة بس. احنا قلنا non-essential part بنحطه between two commas. ده كده a positive. طيب It's unprofessional to go to a presentation in casual wear. في مشكلة في السنتنس دي؟ طبعا it is unprofessional، إنه لأمر غير حرفي أو غير مهني يعني to go to a presentation in casual wear. فالسنتنس هنا محتاجة subject وverb. طيب نروح بقى لquestion 4، هنلاقي في فكرة punctuation. نقرأ كويس الquestion، نقرأ كويس السنتنس، ونعرف إيه المطلوب ونختار صح بيزد على اللي احنا فهمناه. يلا اتفضلوا جربوا كده ونشوف. ده تيست على فكرة EST زي ما اتفقنا اكتوبر 2020، تقريبا كان اول امتحان في الـ EST. يلا اتفضلوا شوفوا هتعرفوا تحل السؤال ده لوحدكم ولا لا.
برافو يا شباب، هي فعلا correct answer is D. ليه بقى؟ The cause of plague is Yersinia pestis, colon, a bacterium spread by fleas on rodents, and it is. طبعا الجزء ده كده واضح ان هو non-essential، فعشان كده محتاج هنا comma وهنا comma قبل and. فين الكلام ده؟ اهو ادي الكومة هي وادي الكومة هي، عشان كده اختار دي وانا مرتاح. نروح بقى الجزء تاني او topic تاني واسمه logic and coherency او logic or coherency. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ركز معايا لو سمحت. طبعا يا شباب احنا لما بنقرأ اي سؤال باللي بيقول لك فين تروح السنتنس دي، سنتنس 1 تروح في السنتنس قبل 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا ايه بالظبط، لازم الاول تبقى فاهم the sentences of the same paragraph are all supporting the main idea of that paragraph and that they are logically arranged. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما يكون عندك paragraph زي كده لازم كل sentences اللي فيه تكون بتسبورت نفس الفكرة بتاعت الparagraph ويكون ترتيبهم منطقي مش حاجة قبل حاجة. طيب انا مش هقرأ الparagraph ده، هديكم فرصة تقريكم ده لوحدكم وعايزكم تقولولي هو الparagraph ده بيتكلم عن ايه؟ ايه المعلومة اللي فيه؟ ايه الفكرة اللي فيه؟ يلا اتفضلوا. طبعا الباراجراف ده واضح انه بيتكلم على روبنز فاميلي. روبنز فاميلي live in the big house in the countryside. They send their kids to a private school in the city center. Whenever a family member is away from the house, his or her room is never entered by anyone. طيب احنا كده فهمنا خلاص الباراجراف بيتكلم على روبنز فاميلي واللايف ستايل بتاعهم. تعال بقى نشوف الاسئله بتيجي ازاي. بيطلب منك تعمل انترودكشن او تجيب سنتنس تعمل انترودكشن او كونكلوجن وتشوف السنتنس relevant او not relevant او best place. تعالوا نتدرب على كل ده مع بعض. انا فهمت الباراجراف دلوقتي، طب لما اجي اقول لك الباراجراف ده انهي سنتنس من دول تنفع تبقى introduction للكلام ده، تفتكروا A B or C؟ يلا قالوا كده قولوا لي. هي بالظبط سنتنس B زي ما انتوا قلتوا فعلا، لان احنا في A بيقول لك let's look at an example of a poor family. الكلام هنا ما كانش على poor family. وسي بتقول لك the families in the country seem to be happier than those in the city. هنا ما كانش فيه مقارنة between families in the countryside ولا families in the city. هي فعلا بتتكلم على peculiar lifestyle of a family. طيب يبقى هي فعلا sentence B. طيب تعالوا نشوف conclusion. لو هنعمل conclusion للكلام ده هنختار sentence A ولا B ولا C؟ يلا تفضل. برافو عليكم، فعلا هي sentence C. لأن هنا بيقول لي regardless of how fast people change some families still take pride in their old traditions، ودي بتتكلم على ال old traditions بتاعت روبنز فاميلي، ده هم ما حدش بيدخل أوضة حد هو مش موجود، ودي tradition فعلا في نفس الوقت. طب تعالوا نشوف كده sentences دي اللي هي A و B هنا، أنهي فيهم اللي relevant للparagraph ده، أو بمعنى صح أنهي فيهم اللي تنفع تضاف للparagraph ده. اقروا كده two sentences وقولوا لي A ولا B. فعلا sentence B هي اللي بتتكلم في نفس موضوع الباراجراف لما بتقول لي when a young man is talking to an elderly he must keep a distance، يكلمه كده هو واقف بعيد عنه، فطبعا دي tradition زي tradition اللي هنا. آخر حاجة أنا عندي two sentences A و B. sentence A هتروح في 1 ولا 2 ولا 3، و sentence B برضو نفس الكلام هتروح في 1 ولا 2 ولا 3. يلا تفضلوا كده اقروا وقولوا لي. لما الاقي سنتنس A بتقول لي they show great respect to one's privacy، مش دي tradition؟ تمام، يبقى هتروح هنا مع tradition اللي زيها، tradition اللي هي العادة يعني اللي زيها. طيب they always seek the best education for their kids، فين الكلام اللي على education؟ اهو اهو اللي هو they send their kids to a private school. طيب انا عايز بقى سؤال وردوا عليا بصراحة، انتوا حلتوا كويس جدا، تفتكروا ايه اللي خلاكم تحلوا كويس؟ يعني انتوا مفيش حاجه عملتوها غلط، اخترتوا الانترودكشن صح والكونكلوجن صح والريليفنس والبيست بليس كلكم اخترتوه صح. حد يقدر يقول لي ايه اللي خلاك قدرت تحل صح؟ فعلا عشان فهمنا الباراجراف يا شباب. يبقى ايه بقى المهم في الموضوع عشان اعرف احل الاسئله اللي من النوع ده؟ اني افهم تاني بقول لك الكونتكست بيتكلم عن ايه؟ لما فهمنا الباراجراف بيتكلم عن ايه عرفنا نحل كل انواع الاسئله اللي من النوع ده. تعالوا نروح بقى نحل 5 و 6 و 7 وبعدين نصحح مع بعض ونشوف هتعملوا ايه. ادي 5 6 7 اهم، اتفضلوا حلوهم وبعد ما نخلص حل نناقش مع بعض اجابتنا. اللي يخلص يقول لي دن. طبعا 5 هتبقى دي و 6 سي و 7 اي، وتعالوا نعرف ليه. 5
بيقول لك يا سيدي to make this paragraph most logical sentence 2 should be placed فين؟ زي ما اتفقنا أول حاجة لازم نعرف sentence 2 بتقول إيه. أدي sentence 2 routine medical inspections became customary and hospitals were built throughout Europe to treat the sick. أدي sentence 4 اللي هي دي as a result it forced authorities to institute health measures that remain in place today. إيه الhealth measures دي؟ اللي هي hospitals و medical inspections. فطبعا sentence 2 أقرب لسنتنس 4 تبقى بعد sentence 4 على طول اللي هي دي. طيب 6 احنا اتفقنا على ال contractions وال pronouns. نبدأ السنتنس من هنا ونشوف. Feudalism was a medieval system that empowered wealthy nobles to grant the use of their land to peasants in exchange for their labor. الليبر بتاع البيزنتس اللي هم الفلاحين، وهنا جايه بكلمه بلورال يبقى their مش its ولا their ولا this. Question 7 بيتعامل مع vocabulary، نشوف كلمه leverage ولا alternative ولا strength ولا investment هي المطلوبه هنا. لما نقرا الكونتكست كويس هنفهم. By wiping out a huge swath of the working population, the Black Death created a labor shortage that gave peasants the leverage to negotiate. Gave peasants the leverage to negotiate. اداهم يعني زي كارت يلعبوا بيه كده negotiate أو يتفاوضوا بيه. طبعا هنا معناها leverage يعني أفضلية، مش بديل ولا قوة ولا استثمار. Alternative strength investment. لو ما اعرفش معانيهم يا معاذ انا مش دايما بحتاج معنى الكلمه، خلي بالك في ناس فاكره ان انا لو مش عارف معاني الكلمات مش هعرف احل. بالعكس، ده انت المفروض يعني لما تفهم الاول التكست بيتكلم عن ايه ده هيساعدك تختار كويس قوي. نروح لتوبيك تاني يا شباب اسمه سنتنس فانكشن. يعني ايه سنتنس فانكشن؟ طيب بص يا سيدي، انا عايزك بس تصدق ان the whole thing depends primarily on the word sentence. التست كله بتاع الرايتنج بيعتمد على كلمة sentence. يعني اللي احنا بنعمله ان احنا بنشوف السنتنس صح ولا غلط، ولو صح بنسيبها في حالها no change، ولو غلط بنصلحها. طبعا السنتنس بيكون فيها حاجتين مالهمش تالت، يا اما sentence function يا اما sentence structure. كل الاسئلة بتبقى على حاجة اسمها sentence function او sentence structure. يعني ايه الكلام ده؟ السنتنس function questions اللي هي بتفوكس more on what a sentence does than what it says. بيسألك السنتنس بتعمل ايه مش بتقول ايه، اللي هو the meaning between the lines. والسنتنس structure اللي هي بيبقى عن الcorrect grammar والpunctuation والstyle والwording والحاجات اللي زي كده. يعني انا اتفقت خلاص معاكم ان السنتنس عليها اسئلة في الfunction واسئلة في الstructure. طيب تعالوا نتكلم في الفانكشن الاول ونشوف. check the following examples then answer the questions that follow. من خلال الامثله اللي جايه دي يا شباب هنفهم اكتر يعني ايه sentence function. هنا عندي sentence بتقول لي Amanda has a lot of friends. sentence بسيطه جدا. sentence 2 بتقول لي Amanda works on a farm in the morning and studies for college in the afternoon. sentence برضو سهله وبسيطه. sentence 3 بتقول لي whenever a family member is sick they call Amanda to help. sentence برضو بسيطه. 4 بتقول لي sometimes she passes by a group of people gathering in the market and hears them say compliments about her contributions. طب ايه المطلوب؟ which sentence or which of these sentences highlights the fact that A. Amanda is highly regarded by her neighbors. يعني ايه؟ يعني فين السنتنس من هنا يا شباب اللي لما اقراها افهم منها ان اماندا is highly regarded by her neighbors. النيبرز بتوعها بيحترموها جدا. تفتكروا sentence 1 ولا 2 ولا 3 هي اللي بتديني المعنى ده؟ طبعا sentence 4 هي اللي بتعمل كده. ازاي بقى؟ بص كده. Sometimes she passes by a group of people gathering in the market اللي هم her neighbors and hears them say compliments. بيقولوا عليها يعني بيشكروا فيها about her contributions. ده معناه ان النيبرز بتحترمها. طيب بي بيقول لي Amanda has a busy schedule. يعني فين السنتنس اللي لما اقراها افهم من الانسة اماندا عندها busy schedule، مشغولة على طول. فين السنتنس اللي معناها كده؟ برافو عليكو، هي فعلا sentence 2 اللي بتقول لي Amanda works on a farm in the morning and studies for college in the afternoon. يعني ما بتريحش خالص، الصبح شغالة وبالليل بتذاكر. ده معناها ان هي she has a busy schedule. طب sentence 3 C اللي هي بتقول لي Amanda is sociable، يعني شخصية اجتماعية. فين السنتنس اللي لما اقراها افهم منها ان اماندا is sociable؟ صح جدا،
هي فعلا سنتنس 1 اللي هي اماندا has a lot of friends، ده معناها انها sociable. ودي بتقول لي اماندا is supportive، يعني بتساعد الناس، ما فيش غير 3 طبعا. whenever a family member is sick they call اماندا to help، يعني بتساعد الناس لما يكونوا عيانين. ودلوقتي نروح نحل questions 8 9 10 and 11 وبعدين نصحح بعد ما تخلصوا. يلا اتفضلوا 8 9 10 11 ولما تخلصوا قولوا لي done ونصحح اجاباتنا مع بعض. نشوف بقى الحل مع بعض. 8 هتبقى A 9 A 10 C 11 A. تعالوا نشرح حتى عشان الناس اللي بتتفرج على اليوتيوب تبقى برضو استفادت معانا. 8 Which wording best conveys that the coronavirus effect is long lasting؟ يعني فين السنتنس يا شباب او الكلمة اللي لما اقراها افهم منها ان الكورونافيروس effect is long lasting، يعني بيقعد كتير مطول معانا. يعني بص كده، the coronavirus has already had a huge and potentially enduring impact. كلمة enduring معناها lasting for a long time، يعني قاعد duration طويلة شوية او مدة طويلة شوية. فطبعا كلمة enduring هنا بتديك المعنى اللي طلبوا منك في السؤال، يبقى الانسر A. 9 بيقول لك which choice is most consistent with the logical flow of the sentence. يعني ايه logical flow of the sentence؟ يعني ادي 9 لما اقرا السنتنس دي ايه اللي المفروض يجي بعدها؟ هي المفروض السنتنس دي our work and social lives have gone virtual. virtual يعني افتراضي، يعني مش حقيقي، زي الكلاس اللي احنا بناخده مع بعض دلوقتي. انا مش في كلاس، انا قاعد في بيتي وانت قاعد في بيتك وفاتحين اونلاين وكاننا في فصل، فده كده اسمه virtual class. Our work and social lives have gone virtual. Movie studios, gyms, musicians, and karaoke bars are streaming their content straight into our homes. Streaming يعني بينشروها online. الجيمز والميوزيشنز والموفي ستوديوز شغالين اونلاين. ما هو ده معناها ان our lives have become virtual. يبقى الانسر A زي ما هي، فعلا بتعمل اللي السؤال طلبه مني. Question 10 vocabulary word. تعالوا نشوف الموضوع من هنا. The outbreak has also revived impassioned debates about the US healthcare system possibly offering a hindrance to those in favor of universal coverage. offer يعني بيعرض عليهم او بيديهم او بيزودهم بيه. a hindrance يعني عائق، هو هيوفر عائق للناس اللي بتحب ده. لا، هو قصده يقول لك يعني ان هو الموضوع اتحسن في الهيلث كير سيستم، يبقى بي اوفر هندرنس اكيد لا، ولا اوبستكل، لان هندرنس واوبستكل نفس المعنى، ولا ديس ادفانتج. ابون يعني ادفانتج، يعني حاجه ميزه كويسه. offered a boon to those in favor of universal coverage. Question 9, what would most logically follow this sentence while being consistent with the rest of the paragraph? عايزين الحاجة اللي بتفولو السنتنس دي logically. طب ما تيجي نقرا السنتنس الأول وبعدين نفهم من هنا إيه اللي ممكن يجي بعد دي. طب هي السنتنس بتقول إيه؟ Therefore, with the onset of COVID-19, countries should be united against a common viral enemy. Countries should be united against a common viral enemy. يعني الدول لازم تتحد ضد هذا العدو المنتشر اللي هو COVID-19. بص sentence A بتقول لك ايه؟ Consequently, the pandemic should strengthen the tide. يقوي الروابط of globalization. خلاص اهي. And eradicate xenophobia. xenophobia اللي هي الخوف من الآخر. Eradicate xenophobia and strengthen the tide of globalization. يقوي الروابط العالمية والدولية، وده معنى كلمة unite countries against a common viral enemy. دي كده كانت إجابة أول باسج وشرح أسئلة أول باسج من EST أكتوبر 2020. دلوقتي بقى دور حضراتكم إن انتوا تعملوا براكتس لوحدكم على الكويستنز من 12 ل 22، وطبعا هناخد تايم عشان احنا خلاص اتدربنا على التايمينج. اتفضلوا يلا حلوا questions من 12 ل 22 لوحدكم، ونتقابل in 10 minutes تكونوا خلصتم. وود لك ان شاء الله.